مشادة قوية جدا بين اللاعب بانيتيكي واللاعب المصري محمد النني في مباراة الأرسنال وكريستال بالاس. طبعا يعني زي ما انتم شايفين بانيتيكي يعني اداله كوع كده كوع قوي لمحمد النني، طبعا خلى محمد النني انفعل عليه والحكم رجع للفار وادى انذار لكلا اللاعبين. نتمنى التوفيق لمحمد النني في مباراة اليوم.